التعليم قبل الجامعي، ودي قضية مهمة جدا يعتبر المصريين كلهم بينتظروها وبينتظروا ما سيعود منها ورجوع دور المدرسة تاني في الشارع المصري. بنتكلم على فكرة تطوير التعليم قبل الجامعي اللي احنا بالفعل بدأنا بيها منذ 2018 قدام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب السادس. فاحنا لكن وقت تطبيقها او اثناء تطبيقها واجهنا تحديات كتيره جدا، عايزين بقى نقعد نحل هذه التحديات. يمكن من اهم النقاط اللي فعلا اتكلمنا فيها النهارده قضيه المعلم، ودايما انا واناشد ان علشان المعلم فعلا نقول ان هو نقضي على ظاهره الدروس الخصوصيه لابد من وجود دعم مادي. التاهيل المادي للمعلم بالفعل هيبقى محور اساسي ليه، زي ما بقى طالبه بان هو يعمل تاهيل علمي وتاهيل تقني ويستخدم وسائل تكنولوجيه حديثه ويتدرب وعشان يوصل المعلومه، لابد برضو من النظره للمعلم نظره ثاقبه بان انا فعلا اوفر له حياه كريمه. وانت على عتاب الجمهورية الجديدة لازم الناس كانت تقعد مع بعض يسمعوا بعض، نفكر نقول ايه هي المشاكل اللي بتواجهنا، طب احنا ليه معرفناش نحلها على مدار السنين الكتير، طب ايه الاليات اللي احنا هنتفق عليها مع بعض عشان واحنا تكون داخلين الجمهورية الجديدة داخلين بلغة واحدة باتفاق واحد محددين مشاكلنا وعارفين الحلول. انا انتظر من الحوار ان يكون الاقتراب لهذه المشكلة ومواجهة الاسس الاساسية اللي فيها على الواقع وعلى الأرض، هو ده الاختلاف اللي أنا منتظره. لأن أنت زي ما قلت لحضرتك كل الاستراتيجيات دي وصفت المشكلة وأبدت أسبابها وأبدت وسائل الحل، لكن دايما ما كانش بيبقى فيه تمويل كافي ولا إرادة كافية ولا عمل واقعي على الأرض ولا متابعة ولا كيان مسؤول نقدر نحاسبه في المتابعة والنتائج. مشكلة الزيادة السكانية بالأساس هي مشكلة ثقافية. ثقافة المجتمع الناس بتسمح بالإنجاب الأكثر، وفي عندنا دوافع للإنجاب، يعني منها إنجاب الذكور، منها إنه يكون في عزوة، أشياء كثيرة. الثقافات دي بتختلف أو بتتغير بالمستوى التعليمي طبعاً، والمستوى الاقتصادي والمستوى الثقافي. النهاردة إحنا استمعنا لأكثر من 50 مداخلة من مختلف التيارات السياسية وجميع الأطياف والخبراء والمتخصصين فيما يخص القضية السكانية. هناك اتفاق بين جميع المشاركين على أن القضية السكانية من أخطر القضايا اللي بتواجه المجتمع.